في سن 16 ألفت أول مقطوعة موسيقية من البشير، ألفت أول مقطوعة موسيقية بعنوان شروق، وأتمنى ألا يؤلف منير بشير غروب. ماذا يصنع الآن منير بشير؟ أنا لما ألفت شروق من شروق العود وشروق الموسيقى، طبعا هذه ربما قبل كمان يعني العمر هذا. الآن همي الوحيد هو أن أنا أيضا أعرف المقامات العربية في الكتابة وأعلمها للناس، وبدون هذا سوف لا نعرف بعض. يعني موسيقانا المحلية الحديقة العربية الموسيقية لا نعرف فيها حتى. فالشروق كانت محاولة ربما متأثرة في المدرسة المصرية، نوع من الموسيقى في مقام الرسم، الشباب يعزفوها في المعهد الآن، ولكن أيضا وصل العود إلى الغناء الموسيقي. يعني يغني، كيف أنا تعلمت المقامات؟ المقامات هي ألحان غنائية تغنى تؤدى تقرأ، وأنا أؤدي هذه الألحان بالعود كأنها تغني. ولهذا لما يستمع واحد يعرف المقامات كأنه يقرأ الشعر، كأنه عم يسمع الشعر. وبعدين كان عندي اتجاهات كثيرة، أنا عزفت جاز في الأول وروك أند رول، عملت الأول وضحك حتى يشوفهم أن العود ممكن يعزف كل شيء، وعزف موسيقى إسبانية وعزف موسيقى هندية وعزف موسيقى أوروبية كلاسيكية وأمريكا اللاتينية. ولكن لما أروح إلى أوروبا وأقول موسيقى عربية لا يمكن أن أعزف، أعطى هذا كرصدي. الحقيقة أيضا في نقطة أريد أن أطرحها، هي مسألة الطقس الخاص. عندما يصعد منير بشير إلى المسرح، يعني لباس معين، الأسود أو الأبيض، إضاءة خافتة، هل هذه الطقوس يمكن خاصة بالارتجال الموسيقي؟ هذه أنا أولا كتب عني نقد كبير جدا سنة 71 في برلين من رجل أديب وناقد يحب العود، زوج بودا هاي فينشر مجلة النساء زيان. فأنا كنت مدعو عندهم في البيت على غداء، فقد بكرة حتقرأ شيء عن مات السلبي واحد يعني في الموسيقى، قال لا مو في الموسيقى حتقرأ. فثاني يوم جابوا لي جريدة، أنا ما أعرف اللغة الألمانية، بس ترجم لي هو الإنجليزية. أنا استغرب، أنا أشوف واحد عربي بيعزف للمستوى هذا وكذا يلبس ملابس فنديه. طبعا هذا ليس متخلف ولا يريدني انا، يعني هذا صادق لما يقول. من يومها يا سيدي، من يومها انا البس الدشداشه العبايه، وعندي ايضا قميص على راسي، وهذا الكمبيون، هذا كله رمينا هذا بيضحكوا علينا كله. ما شفت انا موسيقي هندي لاوروبا إلا باللماس الهندي، ولا أفريقي إلا باللماس الأفريقي، ولا سويدي في موسيقى السويدية إلا باللماس السويدية. بس من صار موسيقى عموم أوروبا الكلاسيك بأخلاق جديدة، هذا قضيته. من يومها الطقوس لما نلبسها هذه أشعر أيضا بشعر بيها. أستاذ منير بشير، وأنت بمدينة موسيقية إن صح التسمية، وأنت استمرار للموسيقى، وأنت استمرار لأولئك الفلاسفة الموسيقيين الجرياب والفرابي والتنبي، ما هي أمانيك الموسيقية عربيا وخاصة من خلال هذه المؤسسة مجمع العربي للموسيقى؟ والله أمنيتي كنت أقدم دائما مقترحات المجمع في التوصيات فيها، راح جزء منها راح أقول لك الآن. ماذا أريد؟ فرقة موسيقية عربية بمفهوم الأمة العربية، عازفين على آلاتهم العربية من جميع الأطراف، ويعزفون الموسيقى العربية بشكل عام. إن شاء الله ساعتين ثلاثة. هذا واحد. اثنين، مركز التراث البدوي. مركز التراث البدوي ليس فقط الربابة والمؤدي، الشعر البدوي، الأدب البدوي، البيئة البدوية، الأزياء البدوية، والموسيقى البدوية. هذا ربما أنا أعمل أن يكون في سوريا العزيزة. الشيء المهم ايضا هو المعهد العربي للموسيقى. من كل بلد عربي ياتي
أستاذ كبير ما يدرس في معهد يعطي الموسيقى، يقول مثلا من المغرب يعطي الموسيقى للمغرب يتكلم عنها ويعطي نماذج منها، هذا يصير ضمن دورات موسيقية شمال يعني فيها شمال أفريقيا العربي والمغرب العربي إن صح التعبير، من السودان من مصر طبعا من جميع الأقاليم العربية اليمن من السعودية من كل البلدان العربية يجي بروفيسور يعلم موسيقى هذه البلدان المغربية. يصير طالب لما يدخل لمدة 6 أشهر 9 أشهر سنة يصير عنده معرفة جغرافية الموسيقى العربية. وأنا واثق أنه هذه الشيئين الاثنين الأخيرين ستتحققهما لأنه وعدت أنه سوف يحاولوا أن يأسسوا هذه المؤسسات العظيمة في الموسيقى. أستاذ منير بشير في ختام هذا اللقاء أشكرك وأشكر تلك الأنامل البديعة التي استطعت أن تهدنا. شكرا منير بشير. أنا أشكرك جدا وأشكر محطة التلفزيون في دمشق العزيزة وأرجو لموسيقانا في سوريا الموسيقى العريقة الموسيقى العظيمة أن تزدهر وأيضا تعرف في جميع أنحاء الوطن العربي. شكرا.